اخر فاتوره الكهرباء كانت حوالي 135 جنيه، وانا حاليا دلوقتي لو هنتكلم عن الكهرباء اقسم بالله اقسم بالله الاول كنا بنشغل بحوالي 5-6 لونات، انا حاليا دلوقتي بحاول اوفر في الكهرباء على قد ما اقدر. ليه؟ عشان ما فيش دخل، وللاسف مهما نقول ومهما نعيد مفيش حد بيسمعنا. بس كل اللي اقدر اقوله لك، انا كنت الاول بستخدم مثلا 3-4 لونات، النهارده بقيت استخدم 2 واحده، بحاول اوفر بقدر الامكان عشان الدخل بتاعي ما يسمحش ان انا اغطي كهرباء اخر الشهر كتير كده. في بعض الناس بتشتكي من فاتوره الكهرباء، لان احيانا العداد يعني بيحسبوها كده، انا مش عارفه بيحسبوها ازاي، بالكيلو ولا بايه بالظبط، بيبقى اكتر اوفر. يعني في بعض الناس يا جماعه ما عندهمش تكييف، مع ذلك بيدفعوا اوفر، يعني شغالين على المراوح بس التكييف المفروض بياخد اكتر، فدي برضو حاجه تضايق. بقالي مده كده المحاسب بيجي ما بيكونش موجود و ما بدفعش، بس شايف الناس بتشتكي يعني من الفواتير، الفواتير غاليه يعني مش مغالى فيها يعني. اقسم بالله هربان منه، بس شعوري ببقى شايل همه من اول الشهر لاخره، لان في حاجات كتير، كهرباء وميه ودخل واولاد ومصاريف، في حاجات كتير، فالكهرباء دي عامل من ضمن العوامل اللي بتخليني ببقى شايل همها من اول الشهر لاخره. حاسس بازمه جامده جدا، لاني كمان بيدفع غير ان بدفع الكهرباء، ماشي انا بدفع الكهرباء، بتطلع غاليه طبعا، لان احيانا العداد كمان لما بيتحسب اوفر عن كده، لان في بعض الناس اتحسبت لها قبل كده، الناس اتحسبت لها قبل كده الفاتوره طبعا. يعني انا اعرف واحد قريبي اتحسبت له ب40,000 جنيه، انا اتخضيت، مع ان هو عنده الكارت اللي هو بتاع الكهرباء دوت اللي هو المحدود ب50 يبقى ب50، ب100 ب100 تمام. والاوفر قوي كمان يا جماعه، فاتوره اللي بتضاف على الزباله، زباله اللي ما فيش حد بياخد الزباله، واحيانا ما بنلاقيش غير صندوق واحد بس، بقى على اي اساس بقى؟ على اساس دفع الزباله، وعندنا كل عماره فيها زبال بيجي يلم الزباله، طب احنا بندفع الفاتوره ليه؟ ما هو ده اللي برضو يعني يضايق. نعم؟ لا الفاتوره على حسب ما بتيجي بالظبط، يعني على حسب ما بتيجي. مع احترامي يعني هو راجل زي ومواطن زي، بس ببقى بحط ايدي على قلبي طبعا وبقول يا رب استر واشوف هيقول لي كام واديله طبعا، اصل انا لازم انصاع على للفاتوره، بس لازم هم يدوروا ازاي الفاتوره دي بتكون زايده على 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 واحد عنده مثلا اسره مكونه من ولد وبنت وزوج وزوجه، يعني 4 افراد، وما عندوش غير مثلا ثلاجه وتلفزيون ونقول سخان مثلا، بس ما فيش حاجه غير النقط موفره اللي هم قالوا عليها واللي هي نزلت في السوق ديت وجبناها وكل حاجه، لكن برضو مش ما بتوفرش يعني، ما بتوفر هي وفرت لكن ما اعرفش الاستهلاك، والاستهلاك هو ثابت وكل حاجه كل 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 شهر، لكن القيمه بتاعه الفاتوره هي اللي زادت بدون سبب بدون داعي، ليه ده الله اعلم ما اعرفش. والله بصراحه حوالي 5-6 اشهر بتكلم بجد، والله متاخر جامد يعني، بس ان شاء الله في اقرب وقت احاول ان انا اسده يعني. لا بقى لي كام سنه انا رحت ادفع، المدير اللي هناك تعنت معايا وقال لي احنا اصلا انا ليا مشكله مع الكهرباء في المنطقه اللي انا فيها هتتشال، مثلث مسبير، فكنت رحت عملت عند معايا المدير وقال لي هتدفع كله يا بلاش، على اساس ان انا المنطقه هتتشال فلازم ياخد المبلغ كله، قلت له قسطه في كل الدنيا بتقسط ما رضيش فمشيت، فما كنتش فاضي برضه الفتره اللي بعديها ان انا اروح ادفع. اخر فاتوره كهرباء كانت الشهر اللي فات عامله حاجه و60 بحاجات بسيطة والله، يعني احنا مش عارفين ليه اولا مواضيع الفواتير دي اللي ابتدت تزيد في كل، مش الكهرباء بس، في الغاز برضو، في المية، حتى المية اللي احنا بندفعها كل شهرين برضو زادت، الغاز زاد ويزيد معاه حتى كمان الغاز، مصاريف إدارية لا داعي لها ما اعرفش بتتحط ازاي، وعايز افهم يعني ازاي مثلا يكون استهلاكك في الغاز 10 جنيه في الشهر كاستهلاك وموجود القراية عليها، وفي نفس الوقت تبص تلاقي الفاتوره جايه لك ب 15 او ب 18 جنيه، ال 8 جنيه او ال 5 جنيه ديت مصاريف اداريه، ازاي مصاريف اداريه بتكون قد الاستهلاك بتاعك؟ انا مش فاهم مين القائم على الامر دوت ومين اللي بيشغل المنظومه دي، والمنظومه لازم كلها تتغير من اول للاخر، ويعرفوا ان في ناس كتير جدا جدا محتاجه، وفي ناس كتير جدا جدا ما معهاش فلوس تدفع المصاريف المبالغ فيها بالنسبه للاستهلاكات سواء كان كهرباء او ميه او غاز. رسالتي ان انا اتمنى ان المواطن الغلبان في البلد دي ياخد حقه،
هي دي الرساله اللي انا احب اوصلها واتمنى انها توصل. انا اقسم لك بالله، اقسم لك بالله، والله والله انا عشت غريب في البلد دي وهموت فيها غريب. انا خريج المعهد العالي للفنون المسرحيه قسم تمثيل واخراج، بس بتمنى زي ما انا قلت لحضرتك ان المواطن الغلبان ياخد حقه في البلد دي. شغلك الحالي ايه حاليا؟ مش هتصدقني، بجيب حاجات وبقفها في الشارع. يعني بجيب زي ايه، هقول لك، بجيب مفارش نيش اللي هي اوتوم السراير، بجيب ورد، بجيب حاجات. هعمل ايه؟ ما فيش دخل، ما فيش شغل في البلد، فبضطر ان انا انزل اعمل لنفسي فرشه في الشارع علشان خاطر ان انا اكل عيش. حل ان بص، يبقى في رقابه على الكهرباء، يبقى في رقيب على المحصل، يبقى في رقيب على اللي بيقرا العداد، بس هو ده الحل. في رساله معانا حبيت توجهها للوزير؟ اه طبعا، اقول له رساله يا سياده الوزير، لازم يبقى في عداله. احنا طلبنا العداله، احنا عملنا ثوره عشان خاطر العداله. يعني العداله اقف بقت في حاجات اجزاء معينه، بس الكهرباء يعني في بعض الناس فقراء كتير جدا جدا جدا. يعني في ناس في العشوائيات بتدفع برضو اوفر الكهرباء، مع ان ما عندهمش تكييف، ما عنده. في ناس ما عندهاش يا جماعه دش نفسها، يقعدوا لحد الصبح في الدش وبيدفعوا برضو. عندهم القنوات العاديه، في ناس يا جماعه عندهم القنوات العاديه وبيدفعوا فاتوره الكهرباء اكتر. يعني بقى في عداله، يعني في رقابه، في رقابه للناس دي، في رقابه للي بيقرا العداد، في رقابه للمحصل اللي بيجي ياخد الفاتوره كده. وايه الزباله دي اللي بتتحط عليها؟ ما كل بيت فيه ده. انا نفسي بنزل بيبقى عندي الزبال، يعني احنا بنديله فلوس وكل حاجه، بس انا من نفسي باخد الكيس وبنزل بديه بحطها على المكان الزباله اللي موجوده، اللي هو المفروض اللي هم حاطينه المحافظه الحي اللي حاطينه. مفيش تحسن، ومعنى ان احنا يتقال مثلا ايه اصبروا خمس ست سنين، ايه اصبروا خمس ست سنين؟ في حاجات بتبان، مؤشرات بتبان ان في تطوير، في تنميه، انما ما فيش مؤشر بيقول كده. في حاجات بتبان، في تحسن بيبان ملموس، بيبقى قريب، انما خمس ست سنين دي خطه متوسطه. ما يعني ما استناش انا خمس ست سنين عشان يبان تحسن، اقعد اعاني والمنحنى بينزل. ما ده انا ما بثقش في الكلام ده. انا عايز حاجه ملموسه.